لربما تكون الأخيرة أو ما قبلها. فالحكومة في الأردن عازمة على تشديد القيود على تدخين السجائر والأرجيلة في المطاعم والمقاهي، خطوة لا تلقى ترحيباً لدى البعض بل وتثير غضبهم. نزلي حالنا بأرجيلة، أرجيلة حقها دينار، ما بتأثر على المواطن، إحنا جماعة بعدين يعني، وين القرار راح؟ إحنا من ناشد جميع النواب وجميع الوزراء بهذا القرار اللي يطلقوا حل إله. في المقابل يرى آخرون أن منع التدخين في المقاهي قد يأتي بفوائد صحية للأردنيين لا سيما الشباب منهم. نعم أنا مع قرار منع الأرجيل، هاي ضد صحة خلينا نحكي المراهقين أو حتى الكبار، ضد صحتهم، وصف الموضوع حتى البنات أرجيتهم بالكوفي شبات، يعني كشرقيين إحنا ما عنا كثير زودوها الناس، فأنا مع منع القرار صراحة. قانون حظر التدخين أقر عام 2008 في الأردن، وهو منذ ذلك الحين يطبق في المطار الدولي والمراكز التجارية ومطاعم الوجبات السريعة، لكن الإحصاءات الأخيرة تشير إلى ارتفاع عدد المدخنين وبالتالي مرضى السرطان في البلاد وفق ما يفيد به وزير الصحة، الأمر الذي دفع بالحكومة إلى اتخاذ قرار سحب التراخيص من نحو 6000 مقهى يقدم الأرجيلة أو ما يعرف أيضا بالشيشة. أنا بعتقد هذا من السلوكيات الخاطئة الخطيرة على صحة المجتمع، بغض الصحة والسلوك المجتمعي، ويجب أن نتنبه لها. وبعتقد أنه الوقت مناسب أن نذكر بعض في أنه الوضع لم يعد الاحتمال والتمادي والفوضى بهذه الطريقة. مازن صالح يمتلك 14 مقهى للشيشة في أنحاء متفرقة من البلاد. بالنسبة له قرار ضم المقاهي إلى الأماكن التي يحظر فيها التدخين غير صائب، لذلك فهو يهدد بالتصعيد في حال لم تتراجع الحكومة عن تنفيذه. منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن عدد المدخنين من الرجال في الأردن يصل إلى نحو 50%، وما يقارب 30% في صفوف الشباب، بينما تبقى النساء في أسفل القائمة، أرقام تأمل الحكومة بتقليصها ليس عبر القانون وحسب، وإنما بفضل عزم المدخنين على احترامه أيضاً. نضال أبو مراد، BBC.